والآن ننتقل مع حضراتكم إلى مجلس الأمن حيث نتابع آخر التطورات بالنسبة للوضع في أوكرانيا. والأمن. ينبغي أن نبذل قصارى الجهود للتوصل إلى حل والإنهاء هذه الحرب، ولا بد أن نفعل ذلك الآن. شكرا سيدتي الرئيسة. على إحاطتها أعطي الكلمة الآن للسيدة إيزومي ناكاميتسو. Thank you, Madam President. شكرا سيدتي الرئيسة. سيدتي الرئيسة، السادة أعضاء مجلس الأمن، أشكر أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الفرصة لتقديم هذه الإحاطة هذا الصباح. أدرك تماما المعلومات التي تفيد بأن بعض المرافق الصحية تتأثر بالنزاع المسلح، مما يعرض سلامة هذه المرافق للخطر. أود أن أناشد جميع الأطراف على أن تضمن سلامة هذه المرافق. أدرك كذلك التقارير الصحفية التي تشير إلى مزاعم وجود برامج أسلحة بيولوجية. الأمم المتحدة ليست على علم بأي من هذه البرامج. بفضل اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 التي تحظر استحداث وإنتاج وتخزين وحيازة ونقل الأسلحة البيولوجية والتكسينية، قرر العالم أن يوقف هذه الأنشطة. الاتحاد الروسي وأوكرانيا طرفان في هذه المعاهدة. جميع دول الأطراف قد تعهدت بعدم استحداث وإنتاج والتخزين أو حيازة وامتلاك الأسلحة البيولوجية تحت أي ظروف. تم حظر الأسلحة البيولوجية عندما دخلت اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ في 1975. 183 دولة قد انضمت إلى الاتفاقية، وينظر للأسلحة البيولوجية على المستوى العالمي كأسلحة غير شرعية. هذه الاتفاقية تفتقر إلى آلية تحقق متعددة الأطراف بإشراف من منظمة مستقلة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ولذلك تقييم الامتثال للالتزامات هي مهمة تقع على عاتق الدول الأعضاء. سيدتي الرئيسة، بالرغم من غياب نظام للتحقق الدولي، تتضمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية عددا من التدابير يمكن أن تلجأ إليها الدول الأطراف لمعالجة الأوضاع التي تشعر فيها دول الأطراف بقلق إزاء أنشطة دول أخرى. على سبيل المثال، المادة الخامسة من الاتفاقية تنص على الآتي وأقتبس: الدول الأطراف يمكنها أن تتشاور مع بعضها البعض وأن تتعاون لحل أي مشكلة يمكن أن تتأتى، مشكلة متعلقة بهدف الاتفاقية أو تطبيق أحكامها. انتهى الاقتباس. في إطار المادة الخامسة، اتفقت الدول الأطراف على آلية لتبادل المعلومات على أساس تدابير بناء الثقة. لابد للدول الأطراف أن تكشف عن معلومات حول مرافق ذات الصلة أو أنشطة تتم على أراضيها لمنع من ظهور الشكوك فيما بين الدول الأطراف. الاتحاد الروسي وأوكرانيا كلاهما يشاركان في تدابير بناء الثقة بشكل سنوي، والتقارير السنوية التي يقدمها الاتحاد الروسي وأوكرانيا متاحة لجميع دول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية لغرض الطمأنة والشفافية. إضافة إلى ذلك، وكذلك في إطار المادة الخامسة من اتفاقية دول الأطراف، طورت الدول الأطراف إجراءات لتوضيح المسائل غير المحسومة، بما في ذلك عقد اجتماعات تشاورية رسمية للنظر في هذه المسائل. أما المادة السادسة من الاتفاقية فهي تنص على التالي وأقتبس: أي دولة طرف في هذه الاتفاقية تجد أن دولة أخرى تتصرف في انتهاك لأحكام الاتفاقية يمكن لها أن ترفع شكوى لمجلس الأمن، وإذا وافق مجلس الأمن يمكن بدء تحقيق على أساس الشكوى التي تلقاها.
لم يتم أبدا الاستناد إلى المادة السادسة من الاتفاقية. لم يتم اللجوء إلى هذه الأحكام حتى الآن، ولكنها تمثل إجراءات دولية متفق عليها متاحة لنزع فتيل التوتر ولمعالجة وحسم أي شواغل متعلقة بالامتثال للالتزامات المتأتية من اتفاقية الأسلحة البيولوجية في إطار متعدد الأطراف. ولذلك أحث دول الأطراف الاتفاقية على الاستناد إلى الإجراءات المتاحة للتعاون وللتشاور لحسم أي مسائل. سيدتي الرئيسة، السادة أعضاء مجلس الأمن، مثل هذه الأوضاع تبرهن عن أهمية تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتفعيلها ومأسستها، ولذلك أغتنم هذه الفرصة لأحث الدول الأطراف على حضور مؤتمر الاستعراض التاسع الذي من المقرر عقده في جنيف في نهاية 2022، وأحث الدول على الالتزام باستعراض الاتفاقية لنضمن أنها مجهزة للتعامل مع التحديات وأنها تحصل على الموارد المطلوبة. سيدتي الرئيسة، السادة أعضاء مجلس الأمن، ختاما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتطرق إلى مسألة سلامة وأمن محطات توليد طاقة نووية في أوكرانيا. أي حادثة في أوكرانيا يمكنها أن تؤدي إلى تداعيات هائلة للبيئة والصحة العامة، وينبغي اتخاذ جميع الخطوات لتجنب ذلك. إمكانية وقوع حادثة بسبب عدم القدرة على الحفاظ على أو عدم القدرة على الصيانة، هذه الإمكانية تزداد يوما تلو الآخر. القوات التي تسيطر فعليا على محطات توليد الطاقة النووية في أوكرانيا ينبغي أن تضمن أمنها وسلامتها، وأشعر بقلق شديد أن 4 من الركائز 7 للوكالة الدولية للطاقة الذرية at Chernobyl and Zaporizhia.